البطيخ ازاي اعرفها حمراء ولا قرعه؟ انا اعرفها من خبطتها، من بذرتها، ولقيتها ضيقه كده بتبقى حمراء، لقيتها واسعه ولسه خضراء يبقى تبقى خضراء لسه، لقيتها ضيقه خالص وناشفه دي استوت في العرش. افضل نوع بطيخ ايه؟ يعني بيقولوا عند بيقولوا كده النمبر واحد اللي هو ايه؟ الجيزه، ثاني حاجه الاسكاتا، ثالث حاجه بعدها سبع الحورس لوكي على حسب نوع البطيخ برضه. اللون الغامق افضل ولا الفاتح؟ كل واحد على حسب البطيخ، مش انت كل واحد اهم حاجه حلاقه البطيخ من جوه. هل التخبيط يعرف البطيخه حمراء ولا لا؟ اه تعرفها ازاي؟ لو بتحط على كده تبقى حمراء.